بصيتها العالمي وقيمها الإنسانية التي جابهت المستحيل، تواصل الحماية المدنية الجزائرية تأهيل أفرادها بتخريجها دفعات تضم 27 طبيباً ملازماً أول و600 عون من الولايات العشر المستحدثة. بالعرفان والامتنان استهل حفل التخرج، فكان الترحم على ضحايا الواجب المهني، ليقوم بعدها وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد بتفتيش الدفعات. بتقليد الرتب وتوزيع الشهادات للأوائل، يظهر الحماس لدى العناصر لتولي المهام القادمة بكل جدارة. تلقينا تدريبا مكثفا في مختلف المجالات تطبيقيا ونظريا. قلعة تكوينية يتجسد فيها معنى التعاون والتضامن الدولي بتكوين ضباط في مجال الحماية المدنية من دول شقيقة وصديقة. اكتسبنا خبرات أول مرة كدفاع مدني فلسطيني، خبرات عالية المستوى، كان مستوى التكوين كان عالي، وما شعرنا احنا انه في دولة ثانية، احنا دولة فلسطينية، دولة الجزائر. جي ميم با لي مو بور ريميرسي. لا أملك حتى الكلمات لشكر السلطات الجزائرية التي وفرت لنا كل شيء. مكونين عاليين المستوى، عندهم أسلوب راقي بتوصيل المعلومة والمناورات، يعني عاملونا كأخوة، ونحن الحمد لله حاسين حالنا ببلدنا. الدفعات المتخرجة حملت اسم المجاهد المرحوم الحاج إبراهيم غومة، أمين عقال وأعيان توارق طاسي لنجر، الذي كرمت عائلته بالمناسبة. رانا نشوفوا راهم في تطور دائم من ناحية التجهيز ومن ناحية القدرات، يعني الفعالة تاع كل الأعوان. إذن هذا ما يتماشى مع ما يريده السيد رئيس الجمهورية، وخاصة بالنسبة لهذه الدفعة الخاصة التي من خلالها أراد أن يعني يدعم الولايات الجديدة، لا من باب الهياكل ولا من باب التجهيز ولا من باب يعني كي نخلقوا ولاية، مش ولاية كولاية فقط تبقى غير شعار، لا لازم نمكنها باش تلعب الدور تاعها الأساسي في جميع المجالات. مناورات وتمارين افتراضية لفرق متخصصة في البحث، الإنقاذ، الإسعاف والوقاية، قامت بمهام إنسانية دولية أثناء الأزمات، واستحقت الإشادة الدولية عن اقتدار.